غزيرة هي الدماء التي تسيل على الأرض وشحيحة جدا، هي الآمال المرشحة عن المساعي الدولية لوقف النزيف اليومي. الموت هنا بقصف عشوائي لا يترك بصيص أمل بأن ما يجري في كواليس الدبلوماسية سينهي قريبا هذه المآسي. عشرة شهداء في تعز، بينهم 5 أطفال كانوا آخر ضحايا قصف الميليشيا على حي بيرباشا وسط المدينة. تحولت الأجساد الغضبة إلى أشلاء، وصار الدم القاني يغطي الأرصفة والطرقات. مر اليوم ولم يجاوز الصراخ حناجر الأهالي، لا كلمة شجب، لا تنديد، لا لحظة قلق اعتاده المسؤولون الأمميون، لا متابعة من المنسق الأممي الحاضر في اليمن منذ انشغاله بغارات التحالف. وفي مكان غير بعيد عن هذه الدماء الغزيرة وعلى مسافة 250 كيلومترا، كان المنسق الأممي ستيفن أوبراين يتجول برفقة الإنقلابيين في الحديدة. بحسب مصادر إعلامية، فقد زار المسؤول الأممي عددا من المواقع للإطلاع على الوضع الإنساني في هذه المحافظة، كما زار الميناء أيضا. زيارة المنسق الأممي إلى الحديدة يمكن اعتبارها محاولة لتحريك عجلة العون الإنساني للمعذبين والمحتاجين، خصوصا مع تفاقم الحالة الإنسانية فيها، لكنها زيارة قصد من خلالها الإنقلابيون صرف المسؤول الأممي عما يجري في تعز وغيرها من المناطق الواقعة تحت مرمى نيرانهم وصواريخهم. أوبراين في حديثه من الحديدة عدد المآسي التي نزلت باليمنيين، وقال أن 14 مليون مواطن يحتاجون إلى الغذاء، وأن 7 ملايين لا يعلمون إن كانوا سيحصلون على وجبة غذاء في اليوم التالي، وهو ما يقتضي رفع مستوى المهمة الإنسانية للمنظمات الدولية في هذا البلد المضطرب، والعمل على حماية الضحايا والضغط على الميليشيا بتجنيب الأطفال على وجه الخصوص مخاطر الصراع. جدول زيارة المنسق الأممي للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين التي استغرقت 3 أيام اقتصرت على زيارة صنعاء والحديدة، وبقيت تعز تنتظر قدومه لتحسس مأساتها. غير أن هذه الزيارة لن تفضي إلى شيء بقدر ما ستفضي إلى المزيد من القلق الدولي المحمول على شكل تقارير وقصص من واقع الحرب والمعاناة